الحلقات الخامسه من المسلسلات الكوميديه والاجتماعيه في دراما رمضان السنه دي كان فيها احداث مشوقه جدا، خصوصا في الكبير الجزء الثامن ومسلسل بابا جيل للفنان اكرم حسني وامبراطوريه ميم للنجم خالد النبوي. تعالوا نشوف مع حضراتكم اهم الاحداث وملخص لحلقات امبارح. الحلقات الخمسة من مسلسلات الدراما الاجتماعية والكوميدية شهدت أحداث كتير. نبدأ بالكبير قوي الجزء الثامن، شهدت الحلقة موافقة الفنانة أمينة خليل على الزواج منة فادي، وجات الشمامة أو صفاء الطوخي ومساعدها شاكر أو محمد ثروت وقدمت له التهنئة. وهنا قال لها الكبير: الله يبارك، أنا عايز أقول لك إنه أنا عارفة كل حاجة، المهم تكون اتعلمت من الدرس. لا اتعلمت، قسما بالله هساعد كل الناس، حتى اللي ما يطلبش مني مساعدة بساعده. ويوم شم النسيم استحمى بالمية والصابون والأنتي بكتيريال. برافو عليك. وبعد مرور شهر على تواجد أمينة خليل في المزاريطة، دخلت أمينة عشان تشتكي للكبير إنها اعتزلت الفن ووافقت على الجواز من نفادي، لكنه رافض إن علاقتهم تستمر. ووضح نفادي إن الفن محتاج أمينة ولازم تتراجع عن القرار علشان نشوفها كل سنة في دراما رمضان. هو اللي عاوز يسيبك؟ أيوة، رغم ان انا عملت له كل اللي هو عايزه، اعتزلت الفن عشان اتفرغ له هو بس، مسحت كل ارقام الولاد من على تليفوني، ده انا حتى غيرت اسمي على الفيسبوك لحبيبه نفادي انا، وبرضه مش عاجب. في الحلقه الخامسه من مسلسل عتبات البهجه، شهدت الحلقه اتصال من جميله او بسنت ابو باشا بصديقتها بتطلب منها المساعده، وطلبت منها بسنت ضروره قطع علاقتها مع محمود او يوسف عثمان بعد ما نشر لها صورتها. وطلبت منها كمان تتكلم مع جدها وأخوها عن اللي حصل. وفي مشهد تاني راحت سميرة البهجة وحكت له المشكلة، فتدخل وحاول يحلها، ولما راح بهجة الاسم اتفاجئ إن بسنت صديقة حفيدته جميلة هي المحرضة على نشر الصورة. يا فندم، أنا كل اللي عايزه يمسحوا الصور ونتأكد إنهم مش في حتة تانية، ونعمل محضر بعدم التعرض. تلاشى بهجة دي. الحلقة الخامسة من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي شهدت إصرار مختار أبو المجد على عدم بيع بيته للمرة الثانية، وده بعد ما جددت الشركة العقارية عرضها عليه وعلى كل الرافضين لبيع بيوتهم في المنطقة. الحلقة أيضاً شهدت العديد من الأحداث الطريفة بين مختار أبو المجد وأولاده، بالإضافة لظهور علامات الإعجاب بين مختار ومي. وفي مشهد تاني بنشوف كريم الدالي بيتهجم على طليقته مي بعد ما شاف مختار وهو خارج من بيتها. بقول جاوبي على سؤالي اسهل من اللي انت بتعمليه ده كله. السؤال ده اصلا مش من حقك. حقي بقى مش حقي انا، ما تخلينيش اعرف بطريقتك. هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه؟ ده اوكل مختار، بابا واحد معايا في المدرسه، حاجه عنده وجاي يرجعها لي اصلا. الله، طب ما الاجابه سهله اهي، امال بتصعبيها ليه؟ في الحلقة الخامسة من مسلسل بابا جه، اكتسب النجم أكرم حسني هشام خبرات كتير أثناء عمله كأب للإيجار، بعد ما عاش أيام في بيت محمود البزاوي وأطفاله الستة، فعرف الطبخ وتربية الأطفال الرضع والاهتمام بالفتيات وتوجيه نصائح ليهم. أنا برضو مش قادر أفهم إيه المشكلة إن المدام تعرف إن أنتوا يعني بتجيبوا أكل من بره. ما هو ده كان واحد من أسباب خلافاتنا. وفي الحلقة الخامسة من مسلسل كامل العدد بلاس ون، استعانت الفنانة دينا الشربيني بأصدقائها في حل مشكلة إعجاب واحدة بزوجها، وطلبت الفنانة ميمي جمال دينا الشربيني واتكلمت معاها إن زوجها أحمد أو شريف سلامة معجبة بيه واحدة ست، وقابلت الكلام الفنانة دينا الشربيني بإنها مقطعة نفسها مع زوجها وشغل البيت والعيال. لا 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 لا، أنا ما أقدرش أنا أبقى عارفة وساكتة، وبعدين أصلاً كرامتي ما تسمحليش. أنت عايزة تشليني، عايزة تجيبي لي المرارة، كرامة إيه يا ماما؟ خلي كرامتك تربي لك عيالك، خليها تطبطب على كتفك لما تعيشي في الدنيا وحيدة بعد ما يكبروا ويسيبوكي. يعني إيه؟ يعني عايزاني أبقى عارفة إن جوزي معجب بواحدة تانية وقاعدة ساكتة؟ يا بنت قطعة ودانك. الحلقة الخامسة من مسلسل صدفة بطولة الفنان ريهام حجاج شهدت أحداث كتير. طارق راح لمكان شغل صدفة بعد ما اكتشف خطأ في عقد زواج عمه أو رشدي الشامي بصدفة، وأخبر صدفة بيه وهو تاريخ عقد الجواز، وأقر عمه إنه اتجوزها يوم عيد ميلادها، لكن تاريخ عقد الجواز كان قبل يوم عيد ميلادها. أنت خدت بالك إن أنا برج الدلو؟ برج هوائي، ذكي بس صعب إقناعه.